تخيل معايا عالم عبقري عمل علاج لكل أنواع السرطان اللي في العالم والكورونا وكل حاجة وحشة، وخد مخزون تفكيره وعلمه ده وكون منه كبسولة. الكبسولة دي بقى فيها كل العلاج والأدوية اللي هو اخترعها دي، حطها في كبسولة للناس تاخدها. تفتكر لما يجي يشرح لنا بقى الاختراع بتاعه وقاعد بيشرحه ماسك الكبسولة دي، بعد ما نخلص الشرح تفتكروا أغلب الناس اللي قاعدة هتفكر في إيه؟ الحقيقة أغلب الناس اللي قاعدة أكيد هتفكر مع الراجل العظيم ده والكبسولة اللي ماسكها في إيديه، هيقولوا عايزينها طالما هتحمينا أو هتعالجنا من أي خطر علينا إحنا أو أهالينا أو قرايبنا. أهو ده بالظبط اللي عمله السيد المسيح. سر الفداء، سر التجسد، إحنا بنسميها أسرار لأن هي فيها بعد إحنا مش فاهمينه. راح هو عملها لنا في حاجة اسمها أسرار الكنيسة، سر الكهنوت، سر الاعتراف، سر المعمودية، سر التناول. كل الأسرار اللي عملها اللي إحنا مش فاهمينها قوي، مهما نحاول نتعمق مش هنفهم سر التجسد 100%، سر الفداء 100%، سر الثالوث 100%. دي أسرار بحسب الله وطبيعته وإرادته وتحركاته هو. طب إحنا يا بشر يا غلابة نفهمها إزاي؟ زي بالظبط العالم العبقري ده، إحنا مش هنفهم مهما نشرح لنا. الحل نعمل لنا في كبسولة ناكلها، إحنا بنعرف ناكل. نفس الكلام ربنا عنده أسرار عظيمة عملها لنا لما نزل عندنا هنا على الأرض، طب يسيبها لنا نستفيد منها إزاي؟ أنا الإنسان البشري الجسدي يسيبها لنا في حاجة تانية اسمها أسرار برضو. سر المعمودية يخليك تموت وتقوم. تقول لي إزاي؟ أقول لك مش لازم تفهمها 100%، يعني أقول لك هل أنت الكبسولة دي هتبقى فاهم بتشتغل إزاي؟ بلاش الكبسولة، أي دواء بتاخده هل أنت فاهم بالظبط بيشتغل إزاي؟ لكن أنت مصدق اللي اخترعه. نفس الكلام ربنا قال لنا أنا هسيب لكم الأسرار، سر الكهنوت يديكم الغفران يعمدكم، التناول تتحدوا بيا، المعمودية تموتوا وتقوموا، الاعتراف كل ما هتقولوا الخطية وتتوبوا هتاخدوا الحل وهتتغفر لكم الخطية. أشكرك يا رب، اللي أنا مش فاهمه بعقلي اديتوني بحاجة أفهمها، حاجة أكلها، حاجة أسمعها، حاجة أشوفها، لأن أنا مش قد العالم الكبير اللي اخترع الكبسولة العبقرية، لكن أنا على قدي أعرف أفهم ما هو ملموس. فربنا اداني نعمة غير محدودة غير مفهومة في شيء ملموس اسمه أسرار الكنيسة.